بهدف الحفاظ على الحرف التقليدية القديمة ودعمها، أقامت وزارة الثقافة مديرية الثقافة في دمشق معرضاً فنياً بعنوان سحر التراث للفنانين عرفات أوطباشي ومحمد طريفي وميسون كركوكلي. وزارة الثقافة تسعى جاهدة لتكريس وتعزيز إقامة مثل هذه المعارض، معرض الصناعات التقليدية أو الحرف اليدوية أو الصناعات الثقافية، عدة أسماء لصناعات تقريباً متشابهة. كون الصناعات التقليدية مكون رئيسي للهوية الثقافية والحضارية للسوريين، لذلك هناك صلة كثير قوية ما بين مهام وزارة الثقافة وإقامة مثل هذه المعارض، كون وزارة الثقافة تسعى لتكريس الهوية السورية والتمسك بها وإزالة الشوائب التي يحاول أعدائنا إلصاقها بالهوية الثقافية والحضارية للسوريين. كل فنان عبر من خلال فنه عن أهمية التراث السوري وقيمته الفنية التي تتميز بها سوريا كهوية وطنية. دمشق هي مشهورة بتراثها غير المادي، ونحن من باهي العالم كله وأسياد العالم بالتراث، فحبينا نورجي العالم شو هي التراث اللي عنا وقديش جماليته وسحره وقديش هو يعني محط أنظار جميع العالم. فبشان هيك سلطنا الضوء، كان يعني هذا العمل عمل مشترك بين ثلاث فنانين مثل ما بتعرفي، لنظهر جمالية التراث الدمشقي وجمالية التراث السوري وليعرف كل العالم من هو الفنان السوري. نحن حاولنا نجسد باللوحات الموجودة كل اللي بيتعلق بتراث، إذا كان بدمشق وغير دمشق، لأن أنا حاطط نماذج مو بس من دمشق، لأنه التراث مو موجود بس بالشام، بكل محافظة سورية. وجه السماء سوريا، والكبد اللي ينبض الكبد الذي ينبض وليس الخلف هو دمشق. فنحن حاولنا انه بكل زاويه من احياء دمشق القديمه وغير دمشق القديمه ناخذ مقتطف، لنرجي للناس انه ما زلنا يعني ننبض بالحياه. وهو فعلا تفاجأت الناس، سمينا اسم على مسمى سحر، وهو فعلا كان سحر لكل الناس انه احنا موجودين ورغم ظل الازمه عم نرسم وعم نشتغل، اذا كان بالعجمي باللوحات باي كان. فبدي يضل الواحد يدخل ينبض. حلو الإزاز كثير والتعامل معه، بالعكس يعني وقت أنا صغيرة الله يرحمه والدتي كانت ترسم على الإزاز، قال لماما إنه خليني أشتغل، قال لي لا لا تجرح يدك لتكبري كذا، بس يعني عن جد هو التعامل معه كثير حلو الإزاز، ما بيجرحك إذا ما جرحتي براس سوري، قال مزخرفات سورية 100%، الشعار السيف الدمشقي، الياسمين، الغباني، الورود. تناول المعرض فن الرسم بكافة أشكاله، الرسم على القماش والخشب والزجاج، والذي جسد كل فنان من خلال لوحاته حضارة تراث عمرها آلاف السنين.